بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجور المشاركين في أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الذين تركوا أثرا خالدا. حقيقة تعجز الكلمات عن وصف الملحمة الحسينية وامتدادها إلى جوهر الرسالة المحمدية لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض الطيبة أن شرفها بوجود هذه الثورة وهذه الملحمة، وأن نكون في خدمة الشعائر وخدمة الزوار. التزام الحكومة وأجهزتها المدنية والأمنية بتيسير كل الخدمات طيلة فترة الزيارة، كل الإمكانيات الدولة وظفت لتوفير الأجواء الملائمة لاستقبال الملايين من الزوار. هذا التوجه، هذا العمل هو جزء من التزامنا أمام هذه الثورة القيمية، هذه الملحمة الحسينية، التزامنا الشرعي والأخلاقي والوطني وتبني للمعاني التي حملها الإمام الحسين عليه السلام. مهمتنا أن نبقي هذه الثورة متقدة طيلة الأعوام، لأن أبناء الشعب العراقي تميزوا بهذا العشق الحسيني. أثمن بكل إجلال واحترام الدور الكبير التي بذلته الدولة ومؤسساتها، وهنا سوف أستعرض هذا الدور المهم، بدءا من دور اللجنة العليا للزيارة الأربعينية برئاسة السيد وزير الداخلية. كذلك أثمن ما قامت به اللجنة الدائمة للزيارات المليونية التي شكلت في مطلع هذا العام بوقت مبكر برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، لأهمية أن تكون الخطط بإعداد محكم وبوقت مبكر، وأن تكون هذه الخطط على مستويات، على مستوى هذه الزيارة واستحقاقاتها، وعلى المستوى القادم في تهيئة كل الملاحظات ووضع الحلول لها. وهذا ما حصل طيلة الفترة الماضية، في الوقت الذي كنا نقدم معالجة آنية نسجل في ورقة على جنب مشروع سوف يتم تنفيذه مستقبلا. أسجل الشكر والتقدير لمجلس الوزراء وبالخصوص السادة وزراء الكهرباء والصحة والأخوة الوكلاء، وكلاء وزارة النفط والنقل والتجارة الذين يتواجدون نيابة عن السادة الوزراء. الشكر الجزيل لعموم السادة المحافظين في كل المحافظات. ميزة هذه الزيارة أن الكل ساهم بكل ما لديه من موارد وإمكانيات لدعم المحافظات، وعلى مراحل. كانت بداية الزيارة الثقل الأكبر على المحافظات الحدودية، السيد محافظ البصرة، السيد محافظ ميسان، والسيد محافظ واسط، والسيد محافظ ديالة. ثم انتقلنا إلى المحافظات التي يبدأ فيها المسير والمشي، وننتهي في محافظات الوجهة المقصودة للزوار،
محافظة كربلاء المقدسة، يثمن الدور الكبير للسيد المحافظ ليس فقط على ما قدمه خلال هذه الفترة، وإنما على ما هيأه من خدمات ومن مشاريع سهلت علينا كثيرا أن نقدم هذه الخدمة. وبالتأكيد دور السيد محافظ النجف الأشرف، هذه المحافظة التي هي محافظة مهمة وجزء من الزيارة المليونية، وسوف تكون وجهتنا خلال الأيام القادمة لذكرى وفاة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. الشكر الجزيل لمحافظ بابل، هذه المحافظة والنقطة المهمة كمحور تلتقي فيه عدة محاور من المحافظات، وأيضا نثمن كثيرا دور رئيس الوحدة الإدارية قائم مقام سامراء والأخ المحافظ والخدمات اللي قدمها في هذا الدور. أمام الأجهزة الأمنية التي عودتنا دائما على البذل والعطاء، على التضحية والفداء، كانت وقفتهم كما متوقع في خدمة متواصلة لم تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما دخلوا في تفاصيل الخدمات، في نصب معامل الثلج، في توصيل المياه من خلال الحوضيات، في نصب المواكب، وإضافة إلى إجراءاتهم الأمنية الدقيقة في رصد كل صغيرة وكبيرة بالشكل الذي يوفر الأمن الذي يتربص به الأعداء. نحن نتابع أدق المعلومات بأدق التفاصيل ولا نهمل، على مدار أكثر من 20 يوم لم نهمل أي معلومة ترد من خلال أجهزتنا الاستخباراتية. كانت منظومة متكاملة بين هذه الأجهزة، كل يؤدي دوره بالشكل الذي حافظ على الأمن، ولله الحمد، وإن شاء الله يستمر لإكمال الزيارة. فكل التقدير للأجهزة الأمنية، قادة وضباط ومنتسبين في وزارة الدفاع، قيادات العمليات، أخص بالذكر قائد عمليات كربلاء وقائد الشرطة، والتشكيلات في وزارة الداخلية، والشكر الجزيل للأخوة الأبطال في هيئة الحشد الشعبي الذين بذلوا كثيرا من العطاء والجهد والسهر والخدمة في أكثر من محافظة، وفي خطة محكمة، ولأول مرة قدمت هيئة الحشد الشعبي خطة متكاملة بدأت من المنافذ وانتهت في مدينة كربلاء المقدسة. الشكر الجزيل للأجهزة الأمنية الأخرى، جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني وباقي التشكيلات. كذلك الشكر الجزيل لهيئة الحج والعمرة التي دخلت كطرف أساسي ضمن الخطة لأول مرة بدور مرسوم وفق ما أعددناه ضمن خطة النقل، وتبنت أحد المحاور المهمة مع المناورة في محاور أخرى وهو محور النجف كربلاء، وشهدنا الانسيابية في النقل والخدمة التي وفرت للزوار. فكان هناك حضور بدءا من إدارة الهيئة وانتهاء بالموظفين، ونحن بصدد دراسة مقترح أن نضيف الزيارات إلى مهام الهيئة العليا للحج والعمرة، لكي يكون لدينا تشكيل إداري رسمي وفق قانون يطلع بهذه المهمة. وهذه التجربة سوف تخضع لدراسة ونعد لها كل مستلزمات ومتطلبات النجاح. أتقدم أيضا بأسمايات الشكر والامتنان للعتبات المقدسة لسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي، وملاكات العتبة الحسينية، وسماحة المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي، والملاكات في العتبة العباسية، والعتبات
العلوية التي بذلت جهود استثنائية ولا زالت مستمرة وصولا إلى الزيارة بعد 8 أيام، والعتبة الكاظمية والعتبة العسكرية التي تشهد وجود هذا العدد الهائل من الزوار، سواء كان الأجانب أو الزوار من داخل العراق. أخوات الأخوة، أؤكد أن الدولة بأجهزتها الرسمية لم تكن لتقوم بهذا الدور الكبير بهذا المستوى من الخدمة في زيارة استثنائية بكل المعايير وفق الأرقام التي سوف يتبنى الأخوة طرحها. لم نكن نقدم هذا الدور بوجود الجهد الشعبي المتمثل بأصحاب المواكب، خدمة الزوار، خدمة الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة تنظيم المواكب، التسابق في تقديم كل أنواع الخدمة والاجتهاد في تطوير هذه الخدمة يجعلنا في مشهد ما نقدر نفسرها، لكن بسهولة هي تعبير، هي انعكاس لحالة الشعب العراقي وأخلاقيات الشعب العراقي في الكرم والضيافة والخدمة والغيرة والعشق والحب للإمام الحسين عليه السلام. موقف الأخوة أصحاب المواكب طيلة أيام يتنقلون مع الزوار في كل محافظة في كل مدينة، وجدتهم في المنافذ الحدودية ويستمرون في هذه العملية منذ أكثر من 20 يوم وصولا إلى مدينة كربلاء المقدسة، ويبقون متأخرين بعد انتهاء الزيارة. هذا الموقف لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن أن تصف، إلا هو مثل ما ذكرنا هذه حقيقة شعبنا بالعطاء والبذل في هذه المناسبات. هذه المواكب لم تقتصر على مذهب، على دين، على منطقة، وإنما شملت كل العراقيين، المسيحيين، الأيزيديين، الصابئة، مواكبهم رسموا هذه الصورة، صورة هذا اللون الوطني الذي نحتز به من تنوع يعكس طبيعة الشعب العراقي. هذه الزيارة الأولى التي يشترك فيها منتسبي الأجهزة الأمنية في محافظات الأنبار وغيرها في تأمين أماكن الزيارة. هذه الزيارة في هذا العام تشترك موارد كل المحافظات من نينوى، صلاح الدين، الأنبار، إديالة، إقليم كردستان الذي أرسل السيارات النقل وفرق الدعم الأخرى. هذه حقيقة الشعب العراقي في احترامه لكل الشعائر الدينية، في تفانيه لتقوية هذا النسيج المتماسك. هذه عناصر قوة علينا نتحدث بها كنا ونسوقها. هذا هو الشعب العراقي، هذا حقيقته في هذه المناسبة المليونية. فكل التقدير لهذا اللون، هذا التكامل بين أجهزة الدولة والمواطنين من أصحاب المواكب في تحقيق هذه الزيارة الاستثنائية بهذه الانسيابية العالية بهذه الخدمة الكبيرة والمتعددة. شكرا لهم، وهم يرفعون اسم العراق عاليا ويقدمونه بأفضل صورة. كانت التوقعات والمؤشرات الأولية أن نشهد هذا العام زيارة غير مسبوقة من حيث الأعداد، وهذا ما حصل وفق توقعاتنا. لذلك كان الإعداد مبكرا في تشكيل اللجان، وكانت ميزة هذه الخطة، أنا كنت أذكر أثناء المراجعة بالاجتماعات كل أخ من الأخوة وزير وكيل مسؤول شنو اللي يميز هذه الخطة، يقول نعرف الدور مالنا، كل واحد يعرف دوره، الكل يعمل بروح الفريق، ماكو تداخل، وكل كانت المعالجات فورية بدءا من المتحدث وكل الأخوة، و24 ساعة نتابع بدقة من المنفذ من المحافظات وصولا إلى مدينة كربلاء، محافظة كربلاء المقدسة، بأدق التفاصيل الخدمية راح يبينها الأخوة، نختصرها بكلمات في هذا المؤتمر. لكن هذا جهد
هذا جيش من الموظفين من المنتسبين ينتشرون في كل مكان من غير المتطوعين الذين نقف أمامهم وقفة احترام وإجلال، شباب عراقيين من كل الأطياف تطوعوا لتقديم هذه الخدمة مع الجهات الأمنية وزارة الداخلية مع المحافظة مع دوائر الدولة. لذلك كانت الانسيابية التوزيع المهام مقدمة لهذا النجاح. بالمقابل مجلس الوزراء كان حاضر في إطلاق التخصيصات المالية، كانت هناك تخصيصات سنوية لكن في هذا العام كان هناك 50 مليار دينار صرفت من قبل مجلس الوزراء للمحافظات للعتبات للوزارات لدعم هذه. يعني احنا من نذكر في مسألة النقل لأول مرة يتم تأجير باصات حديثة من الشركات المتخصصة بنقل المعتمرين والحجاج، وفرناها بحدود 1200 والعدد الزايد راح يبين الأخوة. اعطينا مبلغ إضافي خصص بالموازنة وخلصنا 50 مليار، وعطينا بعد من تخصيصات الطوارئ كان آخرها 6 مليار لشراء الثلج وإيجار باصات إضافية. نفذنا مشروع الطريق، طريق بغداد الجديد على جرف النصر وجسر الفاضلية، هذا كان سباق مع الزمن مع قدرة المهندس العراقي الكفاءات الملاكات الفنية. هذا المشروع بكل الحسابات مو أقل من 6 أشهر ينفذ، لله الحمد نفذ من قبل ملاكات المحافظات بغداد بابل كربلاء ووزارة الإسكان والإعمار كان بالإشراف مع الجهد الهندسي للقوات الأمنية، نفذ بشهرين وكان واحد من الطرق المهمة اللي مثل أحد المسارات اللي تستوعب دخول الزائرين سواء كان المغادرة أو الدخول. يعني في مجلس الوزراء عندنا تقريباً 8 إجراءات بين قرار بين توجيه طيلة هذه الفترة ساهمت في تدليل المعوقات وتقديم الخدمة. احنا شكلنا اللجنة الدائمية للزيارات المليونية في 5 شباط 23 ككيان مؤقت بعد ما اختمرت الفكرة في ان يكون هناك تشكيل اداري، وهذا اللي ذكرته قبل قليل. درسنا مجموعة مقترحات لإنشاء بنى تحتية التي تيسر للزائرين الحركة في المحافظة، يعني مو فقط في كربلاء المقدسة وإنما في محافظات أخرى، جسور تحويلة طريق مجسر كل، فضلا عن المنافذ وتطويرها. بعد انتهاء هذه الأيام وختام كل الفعاليات، طبعا الخطة مستمرة، هذه نقطة مهمة أؤكد عليها أنه مو إحنا اليوم عقدنا مؤتمر صحفي انتهت الخطة وكل واحد يرجع لوزارته ودائرته وبيته، لا مستمرة وأكو تخطيط وعندنا قراءة للأعداد وخروجها وتنقلها من وإلى باقي المحافظات. بعد الانتهاء راح يكون عندنا مؤتمر شامل لكل الأجهزة اللي شاركت، راح تقدم تقاريرها، تدرس هذه التقارير، توحد المقترحات وتعد خطة للسنة القادمة، وبمشاريع سوف تعلن إن شاء الله. بس من عدها استكملناها هذه المشاريع، حددناها بدءا من مدخل للمياه الشرب بين النجف وكربلاء للطرق التحويلية لمجسرات لمشاريع أخرى من خلال مراحل العمل شخصت. فهذه اللجنة إن شاء الله راح تهيئ لي عقد هذا المؤتمر. طبعا أشكر الإعلام، كل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي رافقت هذه المسيرة منذ بدايتها قبل 20 يوم، غطت كل المحافظات من المنافذ من المدن من القصبات على طول الطريق، نقلت هذه المسيرة وما تعنيه من رسائل قيمية للداخل والخارج، نقلت الجهد اللي تحدثنا عنه، فكل التقدير والاحترام لكم أخوات الأخوة على هذا الجهد الذي دائما
نعتقد بيقين راسخ أن الإعلام أفضل ظهير للدولة ومؤسسات الإعلام الوطني المهني، فكل التقدير والاحترام لكم. الآن حتى كل جهة تستعرض بثلاث دقائق. تفضل السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية يعطينا إيجاز على ما تم تقديمه من خلال هذه اللجنة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الخطة الأمنية هذا العام تم الإعداد لها مبكرا وتم إجراء الاستحضارات مبكرا، أي قبل هذه الزيارة بشهرين. سبقت تنفيذ الخطة الأمنية عمليات استباقية استخبارية مركزة في المحافظات القريبة من محافظة الحدث، محافظة كربلاء، وكذلك المحافظات التي تشهد مرور الزائرين إلى كربلاء المقدسة. بدأنا بتنفيذ الخطة يوم 17/8، كل القطعات انتشرت يوم 1/0، وبدأت القطعات بالانتشار على طول تنقل الزائرين من إلى كربلاء المقدسة سواء بالعجلات أو السائرين على الأقدام. طبعاً اشتركت بالخطة قطعات وزارة الدفاع بكافة صنوفها، وقطعات وزارة الداخلية بكافة صنوفها، وقطعات هيئة الحشد الشعبي بكافة صنوفها، وكذلك الأجهزة الأمنية والاستخبارية اللي موجودة من جهاز الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات والجهاز المخابرات الوطني والاستخبارات العسكرية واستخبارات الحشد الشعبي. كل هذه الأجهزة كانت ساندة للقوات العسكرية. شهدت المنافذ الحدودية البرية والجوية توافد الزائرين الأجانب إلى داخل العراق من المنافذ البرية في الشلامشة والشيب والمنذرية وزرباطة، وكذلك منفذين من باشماخ وحاج عمران في إقليم كردستان، وكذلك شهد أيضا دخول من منفذ القائم الحدودي وحتى منفذ عرعر. تقريبا الحد لغاية الساعة 2400 من الليلة الماضية كان العدد وصل إلى 3,750,000 زائر أجنبي. هؤلاء الزوار سلكوا طرق كثيرة باتجاه محافظة كربلاء، وتمركزوا أيضا في محافظات سامراء، محافظة صلاح الدين في قضاء سامراء، وكذلك الكاظمية المقدسة في بغداد والنجف الأشرف، وجرى تأمين الحماية لهذه الشبكة من الطرق، وتنقلوا بأمان طيلة فترة زيارتهم إلى داخل العراق. لله الحمد لم يحصل أي خرق أمني طيلة فترة الزيارة، وكان هناك انتشار واسع للقطعات، وكان هناك تواجد واستنفار لكل القوات الأمنية. عززنا محافظة كربلاء بقطعات الشرطة الاتحادية وقطعات الفرقة التاسعة من الجيش العراقي، وكذلك 6 ألوية من الحشد الشعبي، وجرى تقسيم المحاور لتحديد المسؤوليات ووحدة القيادة والسيطرة. كذلك عززنا محافظة بابل بفرقة التدخل السريع، وأيضا جرى استنفار قيادة قوات حرس الحدود في محافظة النجف للاستفادة من إمكانياتها وصنوفها وخدماتها في إسناد القيادة شرطة النجف. أيضا جرى إسناد القطعات الماسكة بخطة مراقبة استخبارية وخطة مراقبة فنية، نفذتها قيادتي طيران الجيش والقوة الجوية بطلعات استطلاع مفصلة ومستمرة طيلة 24 ساعة، وكان هناك دور كبير ليلا ونهارا لهذه القيادتين، إضافة إلى جهد لطائرات الاستطلاع المسير من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي في إسناد محاور تنقل الزائرين ومراقبتها طيلة اليوم، وكان هناك تقارير استخبارية يتم تحليلها ودراستها. كان هناك وحدة قيادة وسيطرة لقيادة عمليات كربلاء. كل القطعات، السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم أمر بأن تكون كل القطعات اللي موجودة داخل هذه المحافظة هي بأمرة هذه القيادة لأغراض العمليات، وكان القائد القرار واحد وهو بأمرة قائد عمليات كربلاء. تم تعزيز قيادة شرطة كربلاء بأعداد بـ20 عجلة سونار، وكذلك أعداد مفارز
الكيناين من المحافظات المجاورة، وكذلك جرى إسناد القيادة أيضا بموارد شرطة المرور من كافة المحافظات الشمالية والجنوبية، وإسنادها بعدد من أفواج الطوارئ ووحدات حفظ القانون. ميزت هذه الخطة أنه الخطة الأمنية والخدمية وخطة النقل سارت بمسار واحد وبتنسيق وجهد مركز، وكان هناك يعني إشراف من قبل السيد رئيس الوزراء على هذه الخطط لغرض تناسقها ويعني الخروج بأفضل إنتاج لها، بحيث كانت الخطة الأمنية مع الخطة الخدمية مع خطة النقل ضمن إطار واحد، وتقدم الخدمة للزائرين سارين على الأقدام أو بالعجلات. أيضا مثل ما تفضل السيد القائد العام، شهدت هذه الخطة إضافة طريق جديد إلى محافظة كربلاء. هذا الطريق سهل الدخول والخروج من محافظة كربلاء، وهو طريق بغداد والقامشلي باتجاه جسر الفاضلية، جرف النصر، ومن ثم إلى محافظة كربلاء. انفتحناه قبل يومين، وكان هناك تفريغ و حضور للعجلات بسرعة تقريبا طول الطريق 80 كيلومتر، يعني ساعدنا في امتصاص زخم العجلات بالذات على محور المسيب والحصوة الإسكندرية. كل المشاركين بالخطة من إخواني وأبنائي من القوات الأمنية، قادتهم وضباطهم ومنتسبيهم، واصلوا الليل بالنهار وما كانوا ينامون. يعني القادة، أكثر القادة ما كانوا ينام تقريبا ساعتين باليوم، واصلوا الليل بالنهار لحماية الزائرين والسهر على راحتهم والدخول بكل التفاصيل اللي ساعد الزائرين. ساعدوا يعني ساعدوا المواكب في موضوع العجلات الحوضية، عجلات النقل، الطبابة، وكل الإمكانيات اللي متيسرة لدى القوات الأمنية من كل الصنوف. أيضا ساعدوا الزائرين والمواكب الحسينية في تقديم الخدمات. لابد من كلمة وشكر أوجهه لكل من اشترك بتنفيذ هذه الخطة من الجيش العراقي، ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، الحشد الشعبي. شكر وتقدير حقيقة، أثبتوا الجميع أنهم حماة الوطن، وبالفعل أنهم العين الساهرة لتنفيذ الواجبات المقدسة. لهم كل الشكر والتقدير مني شخصيا، وأنا فخور بما قدموه من سهر وتعب وجهد متواصل لتأمين الزوار القاصدين إلى كربلاء المقدسة، وتأمين عودتهم إلى أماكن سكنهم إن شاء الله. الخطة مستمرة، ولحين خروج آخر زائر من محافظة كربلاء المقدسة. شكرا جزيلا. السيد وزير الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجوركم وأجور المسلمين كافة بمناسبة أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الصلاة والسلام. استناداً إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء بالاستعداد المبكر للزيارة الأربعينية، تم وضع خطة وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الصحية الساندة، وابتدأت هذه الخطة من المنافذ الحدودية عن طريق تلقيح الزوار الأجانب الذين لا يمتلكون كارتات اللقاح، واستمرت من المنافذ الحدودية باتجاه محافظة كربلاء مروراً بكل المحافظات، سواء كانت المراكز الصحية أو المستشفيات أو المفارز الثابتة والمتنقلة وسيارات الإسعاف. نشرت وزارة الصحة 1600 سيارة إسعاف ممتدة وموزعة على كافة الطرق المؤدية من المنافذ الحدودية ومن المحافظات إلى محافظة كربلاء. استقبلت مفارز وزارة الصحة بالتعاون مع مفارز العتبات المقدسة والطبابة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي والهلال الأحمر العراقي والمتطوعين بحدود 10.5 ملايين زيارة لهذه المفارز والمستشفيات والمراكز الصحية. وفي محافظة كربلاء أجريت أكثر من 1000 عملية جراحية وبحدود 7200 حركة ونقل بسيارات الإسعاف، وأكثر من 20,000 فحص شعاعي موزعة بين فحوصات الرنين المغناطيسي والمفراس والسونار والأشعة الاعتيادية، إضافة إلى بحدود 100,000 فحص مختبري. أجريت بحدود 1000 عملية جراحية، إضافة إلى كل الخدمات العلاجية التي قدمت. هناك فرق وقائية
مسؤولة عن الرقابة الصحية كانت تدور حول إلى المواكب وتوزع منشورات معنية بالوعي الصحي وطريقة التعامل السليم مع المياه ومع الأغذية، وأيضا فحوصات للأغذية والمياه التي قدمت للزائرين. وأؤكد أنه هذا العمل هو عمل تنسيقي تم بالاشتراك بين وزارة الصحة وكافة المؤسسات الساندة التي ذكرتها سابقا، وبتوجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء. وأؤكد مرة أخرى أنه العمل والخطة الصحية سوف تستمر لحين خروج آخر زائر من محافظة كربلاء، وأتقدم بالشكر والتقدير لكافة منتسبي وزارة الصحة وكل الجهات الساندة التي ساهمت معنا في الخطة الصحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. سيد وزير الكهرباء، بسم الله الرحمن الرحيم. كانت خطة وزارة الكهرباء لهذا العام مميزة. ارتفعت معدلات التجهيز في مناطق الفرات وكربلاء عن العام الماضي بحدود 36%. حققنا معدلات تجهيز ابتداء من اليوم الأول لشهر صفر لغاية 20 بمعدل 1500 ميجا واط لمحافظة كربلاء، وهذا يعني بزيادة مقدارها 30% عن التجهيز العام الماضي. محافظة النجف كان معدلات التجهيز وصلت 1300 ميجا واط بمعدل ساعات تجهيز 21 ساعة. أيضا محافظة بابل ارتفع معدلات التجهيز من العام الماضي 14 ساعة إلى هذا العام بمعدلات 20 ساعة تجهيز. هذا ارتفاع معدلات التجهيز ابتدأ مبكرا قبل أكثر من 5 أشهر توجيه دولة رئيس الوزراء. وضعنا خطة شاملة لزيادة مصادر التغذية لمحافظات الفرات وتنفيذ مشاريع لم تتجاوز 4 أشهر. قدرنا خلال هاي 4 أشهر أن نضيف أكثر من 1200 ميجا واط مصادر تغذية لمحافظة كربلاء والنجف وبابل. والحمد لله تشغيل هذه المحطات أسهم بحل العديد من الاختناقات. شخصنا بعض المشاكل اللي حدثت بشبكات التوزيع. كانت كوادرنا تعمل 24 ساعة بمعدل 1700 منتسب متخصص ما بين مختصين في مجال القابلوات وغيرها. الحمد لله قدرنا نعالج بشكل سريع العدد الكبير من العطلات اللي حدثت. أيضا شخصنا أنه أضفنا خلال مدة الزيارة أكثر من 350 محولة لاستيعاب الارتفاع الأحمال العالي في المجمعات والمناطق السكنية والمواكب الحسينية. شاركت أكثر من 500 آلية تخصصية نقلت من جميع المحافظات، آليات متخصصة لفحص القابلوات، آليات الباسكتات وكل الآليات التخصصية اللي نقلناها من المحافظات وساهمت في محافظة كربلاء. تفضل دولة رئيس الوزراء، شخصنا مقترحات للعام القادم راح نعمل عليها جاهدين حتى نعالج التجهيز ويكون مستقر للسنوات القادمة. أولا أنا أقدم شكري وتقديري لدولة رئيس الوزراء، كان متابع كبير لكل العطلات من الصغيرة إلى الكبيرة على مدى 24 ساعة. نجحت أيضا شكر وتقدير لكوادرنا اللي ما تركت العطلات لساعات كانت في مواقع العمل رغم صعوبة تنقل الكوادر، لكن الحمد لله عالجناها بشكل سريع. لا زال الاستثناءات اللي أعطيت للمحافظات اللي بها الزيارة مستمرة لحين انتهاء الزيارة، وإن شاء الله لحين خروج آخر الزائرين. شكرا جزيلا. طبعا أشكر أهالي محافظة كربلاء المقدسة بكل فعالياتهم الدينية والاجتماعية والثقافية وما قدموه طيلة هذه الأيام، سواء كان على صعيد المواكب أو على صعيد المبادرات اللي كانت واضحة للعيان. وجود هذه الملايين طيلة هذه الأيام أكثر من 20 يوم بكل محبة ود واحترام كانت سمة بارزة لتعامل أهالي محافظة كربلاء المقدسة، فلهم منا كل التقدير والاحترام. تفضل السيد محافظ كربلاء المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام حسين وآل بيته وأصحابه، ابتداء
شكرنا الجزيل وتقديرنا العالي وسرورنا لهذا الجهد الكبير ولهذه المتابعة الكبيرة والاهتمام الأكبر من قبل دولة رئيس الوزراء المحترم بالزيارة الأربعينية والزيارات المليونية ومحافظة كربلاء المقدسة وأهميتها الكبيرة على المستوى الوطني وعلى المستوى الإسلامي وعلى المستوى الإنساني. كربلاء المقدسة شهدت هذه الزيارة بوقت مبكر، دخل ملايين الزوار لهذه المحافظة. هذه الزيارة هي الأضخم أكثر من العام الماضي بكثير، تجاوز عدد الزوار من خارج العراق أكثر من 3,750,000 زائر، أما أعداد الزوار من داخل العراق فقد تجاوز العام الماضي كان 22 مليون، هذه المرة هو أكثر من هذا الرقم. أكيد طبعا دولة رئيس الوزراء كان مهتم بشكل كبير، كان متابع أما بالاجتماعات المباشرة أو حضوره في كربلاء المقدسة أو من خلال المبادرات أو من خلال التوجيهات المباشرة عبر المجموعة المرتبطة بزيارة الأربعينية. الأخوات والأخوة الأعزاء أهالي محافظة كربلاء المقدسة، تحدث دولة الرئيس عن مبادراتكم وعن القيمة الاعتبارية الكبيرة تقومون بها. هذا طبعا ما يذكر دائما، دولة الرئيس، العراقيين، المسلمين، كل العالم يشهد لأهالي كربلاء الذين يقع على عاتقهم المسؤولية الأكبر باستضافة ملايين الزوار. أكيد جندت كل الخدمات وكل الدوائر الخدمية، جندت كل طاقاتها، بدأت الخطة مبكرة من خلال خطة أمنية وخدمية ونقل وصحة، وكان هناك عامل ربط بين هذه الخطط بجميعها عبر اللجنة العليا للزيارة المليونية التي أسسها لأول مرة دولة رئيس الوزراء المحترم برئاسة السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وانبثقت منها اللجان، منها اللجنة الخدمية ومنها كذلك اللجان الأخرى العاملة. اشترك في هذه الزيارة أكثر من 134,000 من الموارد البشرية من موارد الدولة، وكذلك اشتركت أكثر من 28,000 آلية، منها أكثر من 5,000 آلية حكومية تخصصية تقدم خدمات على مدار الساعة وعلى 3 وجبات في اليوم. هناك أكثر من 28,000 موكب وهيئة حسينية من داخل محافظة كربلاء ومن خارج محافظة كربلاء المقدسة، فضلا عن أن أهالي كربلاء المقدسة بكل بيوتهم تحولوا إلى مواكب وهيئات حسينية تقدم خدمات على مدار الساعة وعلى مدار اليوم، ومنذ أكثر من 20 يوم هم يقدمون هذه الخدمات. بصراحة هناك طبعا عندنا متطوعين، أكثر من 45,000 متطوع من الشباب يعملون مرة في العتبات المقدسة، ومرة يعملون في الشوارع المدينة، ومرة مع الدوائر الأمنية، ومرة بكشافة، ومرة مع الدوائر الخدمية. هؤلاء الشباب نقبل جباههم، سهروا الليل والنهار، ويتوقع الكثير من يراهم أنهم موظفين دائمين في الدولة ولكنهم متبرعين كذلك. كذلك طبعا من الإجراءات المهمة التي قامت بها محافظة كربلاء المقدسة التي تعمل سويا مع العتبات المقدسة، العتبة الحسينية والعباسية، وتعمل مع أهالي كربلاء، دوائر المحافظة مستنفرة من يوم 1 محرم، الدوائر الأمنية، قيادة عمليات كربلاء، قيادة شرطة كربلاء، الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة، وكذلك الدوائر الخدمية في هذه المحافظة من 1 محرم إلى اليوم، واستبقى مستمرة حسب توجيه دولة الرئيس المحترم أن تبقى إلى الأيام الأخرى، لأنه نتوقع استكمال الزيارة وبقاء الزوار الأكارم خاصة من خارج العراق ما بعد يوم 20/0. طبعا محافظة كربلاء المقدسة قامت بإجراءات، ابتداء نوه عنها دولة الرئيس، توسعة الطرق الرئيسية، إنشاء طرق جديدة، الساحات، توسعة الساحات الإركاب، وكذلك إضافة سعة جديدة لمياه الشرب والتحلية، وكذلك إجراءات خدمية أخرى مع الدوائر الأخرى. تقديرنا العالي لكل موظفينا في كل الدوائر الحكومية في محافظة كربلاء الذين قاموا بعمل كبير وإنجاز كبير، تقديرنا العالي لكل المنظمات والمؤسسات الخيرية في المحافظة، وتقديرنا العالي لكل أخواننا الأعزاء الذين حضروا معنا هنا. طبعا أكيد دولة الرئيس هو حاضر، وكذلك السادة الوزراء، رؤساء الهيئات، السادة الوكلاء، المدراء العامين، الأخوة الأعزاء، مكتب دولة الرئيس، السيد رئيس، كذلك لجنة الخدمات الموجودة. الشيء المهم في هذه الزيارة إضافات نوعية في هذه الزيارة بمبادرات وتوجيه من دولة الرئيس. الأولى هو تشكيل اللجنة العليا للزيارات المليونية اللي راح تقوم بإجراءات مهمة، ليس الآن فقط إنما تخطط للزيارات المليونية المستقبلية. ومن هذه الإجراءات دولة الرئيس الآن تحدثنا معه وأبدأ موافقة
الآن أنا يعني أعلنها من هذا المكان على إنشاء دوار الإمام الحسين الأول، طبعا راح يكون على مراحل وهذا سيكون له دور كبير، وأهالي كربلاء والزوار الأكارم ينتظرون هذا المشروع. الإجراء الثاني سيكون هناك إنشاء أكبر مجمع للمياه 10,000 متر مكعب جديد يضاف لسعة كربلاء المقدسة، وكذلك إجراءات في الجسور لكربلاء المقدسة خاصة في التقاطعات التي يسلكها الزوار، وكذلك موضوع إكمال طريق الزائرين الجديد الذي تشرفنا بأن كلفنا دولة الرئيس بإنشاء الجزء الأصعب منه في محافظة كربلاء المقدسة وأكملناه بوقت قياسي، إكماله باتجاه الطريق استراتيجي اللي يربط طريق النجف الأشرف كذلك، وكذلك مجموعة مشاريع ستقدم وستقوم بها اللجنة العليا. الشيء المهم الآخر هو لأول مرة بمبادرة كذلك من دولة الرئيس كلف هيئة الحج والعمرة التي قامت بهذا الدور بشكل كبير ومميز بإضافة نوعية على محور الجنوبي اللي هو محور النجف الأشرف الذي يسلكه طبعا ملايين الزوار، بإضافة نوعية في النقل بالباصات. لأول مرة هذا المحور الزوار الأكارم نستطيع أن نقول استطعنا أن نتخطى مشكلة الإركاب بالسيارات المكشوفة، وفي العام المقبل بإذن الله تعالى سيكون المحور الشرقي قد التحق كما في المحور الشمالي. طبعا أكيد هناك مبادرات وهناك خطط كثيرة دولة الرئيس وافق عليها، وسيكون هناك اجتماع أكيد بعد هذا المؤتمر. أهالي كربلاء المقدسة كما تفضل دولة الرئيس، أنتم الذين يشاركون بالبنان، وأنتم والمواكب والهيئات الحسينية الذين تقبل جباهكم، وأنتم الذين لكم الدور الأكبر في إنجاح هذه الزيارة واستضافتها. وطبعا احنا متفائلين جدا ما لمسناه من دولة الرئيس من حب وتفان وكذلك عقيدة راسخة بهذه الشعيرة المباركة وبهذه العقيدة المباركة الذي جعل الجميع يتفانى في عمله، وهي كانت إدامة زخم كذلك. إن شاء الله بإذن الله تعالى زيارات المليونية المقبلة ستشهد مزيد المبادرات والمشاريع الجديدة التي تسهل لأهالي كربلاء الخدمة ولزوار الأكارم الحضور. شكرا جزيلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. السيد إحسان العوادي رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية، تفضل. شكرا جزيلا دولة الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة الإمام الحسين وزوار الكرام. حقيقة الزيارات المليونية كما يعرف حضراتكم هي زيارات مستمرة في السنوات الماضية وستستمر بإذن الله في السنوات القادمة وتزداد سنة بعد سنة، هناك زيادة ملحوظة بهذه الأعداد المليونية التي تتوجه للمحافظات التي تتضم المراقد الشريفة في النجف وفي كربلاء وفي الكاظمية وكذلك سامرة. لذلك وجه دولة الرئيس بأن يكون هناك كيان إداري ثابت لوضع الخطط والدراسات الملائمة لتوفير البنى التحتية لاستيعاب هذه الأعداد المليونية بدءا من المنافذ مرورا بالمحافظات ومسارات المحافظات للزائرين وكذلك المرافق الأساسية في المدن المقدسة. وزعت اللجنة أعمالها على ثلاثة محاور رئيسية. حقيقة كان هناك سقفين، سقف اللي هو مؤقت بالتعاون مع الأخوة في اللجان المؤقتة سواء كانت الأمنية أو الخدمية، وسقف اللي هو بعيد المدى للحلول الاستراتيجية. كما قلنا وزعت على ثلاثة محاور مهمة. المحور الأول كان ملف المنافذ الحدودية والفيز. الهدف هو بناء مدن للزائرين في هذه المنافذ، زائدا بناء أبنية لائقة تليق بالعراق في هذه المنافذ جميعها. كذلك هناك أيضا توجيه من دولة الرئيس لبناء ساحات في كل منفذ لإركاب الزائرين تكون أيضا بمواصفات لائقة. بدأ العمل في هذه المشاريع، لا نتكلم عن خطة، بدأ العمل الآن في كثير من المنافذ لتنفيذ هذه المدن وهذه الساحات وهذه الأبنية وحل إشكالات بعض الأبنية السابقة، وإن شاء الله في اتجاه إنجازها قريبا. موضوع ما يتعلق بالفيز الإلكترونية، نعم هذه السنة شهد طفرة حقيقة نوعية في موضوع منح السمات في المنافذ الحدودية بالاستثناءات والصلاحيات اللي منحها دولة الرئيس الوزراء للجهات المعنية، لكن الخطة القادمة إن شاء الله ستكون هي الفيزا الإلكترونية لتسهيل الدخول بشكل فوري وذاتي إلى داخل العراق. المحور الثاني اللي هو الأثقل حقيقة تكلفة ومدة وهو الأهم هو موضوع النقل. النقل بعد حقيقة توجيهات دولة الرئيس هناك توجه حاليا لدراسة تجربة
الإيجار اللي حثت لأكثر من 1200 باص في المحور الجنوبي لاحتمالية شراء أسطول من الباصات في المرحلة القادمة. هناك توجيه لدراسة هذا الموضوع من دولة الرئيس، وإن شاء الله عن قريب يتخذ القرار المناسب في هذا الموضوع. كذلك موضوع بناء سكة قطار كربلاء النجف، هناك توجيه من دولة الرئيس، وهناك بدأت الآن حوارات فنية لإطلاق هذا المشروع. هناك كثير من الدراسات وهناك كثير من الأفكار، لكن دولة الرئيس أوعز بالبداية في هذا الخط وبشكل فوري، حتى وأن وفرت البنى التحتية من قبل الموارد الحكومية لبناء السكة، ومن ثم ينظر في موضوع التشغيل. في كل زيارة يذكر هذا المشروع. ومن تسأل أكو عروض استثمار وشركات وقدموا العرض وجاء العرض وكذا، كلها راجعتها. مرة يطون مسار من سامرة الكاظمية كربلاء النجف، مرة واحد يقول لك لا نجف كربلاء. الآن التوجيه كربلاء النجف مشروع يجب أن ينفذ إن شاء الله. وجهنا بدراسات فنية قبل أيام، في خلال هذه الأيام اليوم البارحة واليوم صار حوار، أكو فكرة خل تنضج حتى نذكرها، لكن من حيث المبدأ احنا باتجاه تنفيذ المشروع بالتحديد كربلاء النجف. اي مشاريع اخرى ممكن تلتحق ويصير ربط بين المحافظات او مع هذا الخط. هذا الخط مو فقط زيارات مليونية، وفي الايام الاعتيادية وسيلة نقل سهلة ومتاحة للمواطنين. فان شاء الله، لان انا اسمع هذا المشروع منذ سنوات وكل مناسبة احنا نذكره، لكن دائما احنا من نعطي كلمه ان شاء الله ننفذها. هذا المشروع ان شاء الله راح يدخل التنفيذ قريبا. الموضوع الاخر حقيقه هو تجهيز ساحات الاركاب اللي تكون في مداخل محافظه كربلاء والنجف، تجهيزها بشكل لائق الى الزوار الكرام، اللي هي منطقه استبدال السيارات من داخل الى خارج كربلاء باتجاه المحافظات. هناك اربع ساحات سيتم تاهيلها بشكل لائق مع تسقيفها مع الأمور الخدمية الأخرى. موضوع آخر ضمن محور النقل هو استكمال طرق يا حسين المنتشرة في عدة محافظات، أولها اللي هو بين طريق بين كربلاء المقدس وبين نجف الأشرف. هذا الطريق سيشهد توسيع وسيشهد إضافة خط إضافي جانبي خلف المواكب الخدمية، وكذلك مد أنبوب عملاق من النجف إلى كربلاء المقدس لتغذية كل هذه المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، سواء ل المواكب الحسينية للزوار وكذلك للزراعة وما شابه ذلك. يعني متناكر راح ولا صهاريج، راح يكون هناك أنبوب ثابت في هذه المنطقة، إضافة إلى الطرق اللي مؤدية إلى كربلاء المقدسة من مختلف المحافظات، وكذلك الطرق باتجاه سامراء المقدسة. موضوع الآخر الأخير اللي هو محور الخدمات اللي هو الأهم حقيقة، هو كان الماء والثلج. بالنسبة للماء كما قلنا هناك أنبوب سيمتد إن شاء الله، وهو المنطقة الأكثر حراجة لتوفير المياه. كذلك وجه دولة رئيس الوزراء بنصب معامل متحركة بين كربلاء والنجف على طول هذا المسار، وفي بعض المناطق الأخرى اللي تحتاجها المحافظات. كذلك هناك أيضا توجه لنصب خيم مركزية في بعض المحافظات في الفترة القادمة. هذه الأفكار وغيرها حقيقة ستدرس ستنضج مع دولة رئيس الوزراء ومشاركة كل الأخوة المعنية للوزارات والجهات المعنية لحقيقة إنضاج خطة إلى الزيارة المليونية القادمة، سواء السنة القادمة أو بعدها إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. السيد رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، رئيس اللجنة المركزية للنقل، تفضل سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ما يميز بصراحة هذه الزيارة هي ليست وجود الآليات والإمكانيات والموارد البشرية، وإنما وجود الإدارة والمتابعة. والمتابعة بصراحة أهم من القرار، قد يطلق القرار ولكن المتابعة قد تكون ضعيفة. وجه دولة رئيس الوزراء وهو متابع شخصياً بأدق التفاصيل عن طريق تشكيل الجروب والاتصال اليومي مع كل مسؤول محور تكلم قبلي وما سيتكلم بعدي. المبادرة الأولى التي أطلقها مكتب رئيس الوزراء بإشراف السيد مدير المكتب بتوجيه من السيد رئيس الوزراء، أولا احنا عندنا في كل زيارة مشكلة النقل، لا عندنا مشكلة في الإعاشة ولا في
الإسكان ولا غير ذلك، وإنما الخدمة الأساسية التي يحتاجها الزائر الكريم هي النقل. وقد كرس لهذا الملف من قبل دولة رئيس الوزراء على كيفية توفير هذا النقل بسرعة. كانت أنه خصوصا المحور الجنوبي الذي هو يعد الشريان الكبير إلى محافظات البصرة وهلم إلى مدينة كربلاء بتوفير، تم تأجير تقريبا 1200 باص، وهذه 1200 باص كانت قد تعمل في شركات العمرة التي تنقل المعتمرين إلى المدينة ومكة وكذلك بالحج البري. وتم بالفعل استدعاء هذه الشركات، وعملنا من اليوم الأول مع بدء الزيارة من وإلى من المدينة القديمة إلى آخر منطقة تقع فيها مدينة كربلاء. وهذه لأول مرة بصراحة، لأول مرة هذا المحور الجنوبي بعدما كان الزائر يتعنى ويتعب بالتفويج العكسي إلى خارج حدود المدينة القديمة مما يتعب الزائر الكريم، لكن في هذه الزيارة على مدى 24 ساعة وعلى نظام الردود الذي اعتمدناه اليوم مع ملاكات الموارد البشرية لهيئة العليا للحج والعمرة، استخدمنا فكرة الحج بالتفويج العكسي، أن يكون هنالك تفويج 24 ساعة ومئات الموظفين من أبطال هيئة الحج والعمرة إضافة إلى الموظفين الذين يعملون في هذه الزيارة. اعتمدنا على نظام الأختام والردود وتفويج الباصات بشكل ميسر، وبالفعل المحور الجنوبي إلى لغاية هذه اللحظة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل توجيه رئيس الوزراء تم يعني توفيج أكثر الزائرين إلى هذا المحور. هذه زيارة أخواني ضخمة تحتاج إلى دول، تحتاج إلى كذا، ونعتذر عن أي تقصير يحصل لزائر واحد في ما يخص ملف الزيارة. إن شاء الله نحن باقين كما وجه رئيس الوزراء في هذا المكان لنقل وتفويج الزوار الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. وأنا شخصيا أشكر رئيس الوزراء لأن شرفنا بهذه الكلفة وبهذا الأمر، لأن خدمة الزوار هي تشريف أكثر مما هي تكليف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. اللجنة الخدمية السيد رزاق اليعقوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دولة الرئيس المحترم إتاحت لنا هذه الفرصة في خدمة الزوار أبو عبد الله الحسين عليه السلام في الزيارة الأربعينية. إحنا اللجنة الخدمية اللي تكون من ويانا خمس وزارات اللي هي كهرباء ونفط وتجارة ونقل وأيضا كهرباء وكذلك المحافظات القريبة، تابعنا كل شيء، المنافذ، الطرق المؤدية إلى كربلاء، ولكن في كربلاء وكذلك النجف الأشرف وحتى سامراء رفضنا الجميع بمواد الخدمة اللي هي كان التحدي الأكبر في هذا الصيف بالنسبة للماء والثلج. الماء وزعنا ثلج 387 براد ثلج، يعني بحدود 387 ألف قالب ثلج، ومعظمها استيراد أو جبناها من مكانات ما يصلها أصحاب المواكب لكي لا ننافسهم على الخدمة. أما بالنسبة إلى الماء لحد الآن 424 تريلة ماء احنا موزعين في النجف الأشرف وفي كربلاء وأيضا في سامراء. جمعنا من جميع الوزارات، الهيئات، المحافظات، وسائط نقل اللي هي باصات سعة من 11 راكب فما فوق 1275 واسطة نقل من جميع الوزارات اللي هي كانت على محور الشرقي اللي محور الهندية كربلاء بابل. وكذلك جمعنا من جميع الوزارات والهيئات أكثر من 5236 آلية، منها بحدود 386 حوضية وكانسات، كابسات، صاروخيات إلى ذلك. شكرا دولة الرئيس لإتاحة لنا هذه الفرصة لخدمة الزوار أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وإن شاء الله القادم أفضل. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السيد نائب قائد العمليات المشتركة فريق أول ركن قيس المحمداوي، تفضل. شكرا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، حقيقة خطة أربعينية الإمام الحسين، هذه الملحمة أساسا كانت امتداد لمناسبة عاشوراء، بدأت القطاعات سواء على مستوى الانفتاح أو المسك أو العمليات الاستباقية بوقت مبكر على الأرض من 1-0 قطعاتنا البطلة وصلت إلى
أماكنها وتحديد مسؤولياتها. هذه زيارة الغير مسبوق على كل المستويات، على المستوى الأمني والخدمي، تحديداً على المستوى الأمني ما ميزها هو المتابعة الحثيثة والمستمرة من لدن السيد القائد العام للقوات المسلحة، والمعالجة الفورية بالإعاز والتوجيه على كل معضلة، واستمرار التواصل على مدار الساعة مع الناس المعنيين على موضوع الأمن. موضوع القيادة والسيطرة أيضاً هي مميزة بشكل كبير، تحديد الصلاحيات والمسؤوليات. أيضاً كان هناك عمل كبير على مستوى المناورة بالقطاعات، المطاولة مهمة في هكذا مناسبة، قطاعاتنا من فترة طويلة لذلك كانت أكون مطاولة. الاحتياط المركزي أو المحلي كان معمول به لغرض معالجة الطوارئ. وأيضاً ما ميز هذه الزيارة وانعكس بشكل كبير على قطاعاتنا الأمنية هو المشاريع الكبيرة التي تم افتتاحها والطرق والجسور. هذه الإضافات حقيقة قللت من العياع القطاعات التعب، وأيضاً فرغتها لواجبها الأمني. حقيقة كانت المناسبات السابقة قطاعاتنا الأمنية تبذل جهود أكبر وراحة أقل، لذلك تميزت بشكل كبير هذه الزيارة بمعطيات كبيرة وحتماً الطموح أكبر. قيادة عمليات المشتركة ولله الحمد أمنت كل القطاعات المطلوبة اللي حددها السيد رئيس اللجنة الأمنية العليا، وأيضاً عادت تموضع القطاعات في قواطع أخرى. ما ميز هذه الزيارة أيضاً على المستوى الأمني هي عراقيتها وطنياتها، اشتركت كل القطاعات بدون استثناء من كل المحافظات، وأيضاً على مستوى الخدمة من كل القطاعات، حتماً الشعوب الحية والمؤسسات الحية اللي تستفاد من تجاربها. لذلك هنالك رؤية بتجاوز كل السلبيات وتعزيز كل الإيجابيات. ولابد من ذكر موضوع مهم جداً، إذا كان هناك نجاح يثبت أو يسجل فهو أساساً من خدمة وعطاء مواطننا الكريم، من تعاون الكبير مع قطاعاتنا الأمنية، من تفهم لمفردات الخطة. أخيراً شكراً لمن أسهم بهذا الإنجاز الكبير، ونحب أنه الخطة قائمة حتى مغادرة آخر زار. شكراً سيدي. أحسنت. قائد عمليات كربلاء، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وضعت قيادة عمليات كربلاء المقدسة والقطاعات الملحقة بها خطة خاصة لمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذه الخطة التي وضعت اشتركت فيها جميع القوات الأمنية من الجيش وكذلك من الشرطة وهيئة الحشد. هذه الخطة سوقتها عملية استباقية، تم تأمين محيط كربلاء بالكامل من شمال كربلاء إلى منفذ عرعر، المنطقة الحدودية مع محاطن انبار، وكذلك المنطقة الحدودية مع النجف وبابل. تم تقسيم قطاع المسؤولية إلى ثلاث محاور إضافة إلى مركز المحافظة: المحور الشمالي بقيادة وزارة الداخلية، والمحور الشرقي بقيادة وزارة الدفاع، والمحور الجنوبي بقيادة هيئة الحشد. هذه الخطة هذه السنة كانت مميزة وتختلف عن السنوات الماضية. طبعا هذه الخطة نفذت جميع توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وكان متابع باستمرار مع قيادة العمليات خطوة بخطوة، ووصى توصيات من ضمنها أولا معاملة الزائر الكريم معاملة حسنة من قبل القوات الأمنية، تسهيل جميع الطرق إلى الزائر الكريم، وصول الزائر الكريم إلى العتبات المقدسة المطهرة، العتبة الحسينية والعتبة العباسية. ممنوع أي قطع ضمن الزيارة، ولحد الآن لا توجد أي قطوعات. إلغاء السيطرات الغير رئيسية، كل هذه توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. الحمد لله احنا بالنسبة لنا اليوم نفذنا الخطة يوم 10/8، تبدأ وتنتهي الخطة إلى نهاية الزيارة إن شاء الله. لا يوجد لحد الآن أي خرق أمني الحمد لله، كانت المعاملة الحسنة مع الزائر الكريم واحترام الزائر، كذلك التنسيق العالي مع مكتب السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الداخلية، وكذلك الحكومة المحلية بإشراف السيد محافظ كربلاء المقدسة والعتبات المقدسة. الحمد لله قطاعاتنا مستمرة بالواجب، قطاعات إضافية، قطاعات احتياط. هذه السنة زيارة أو خطة تختلف عن كل السنوات الماضية من جميع النواحي، ونفذت بها جميع توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أحسنت بارك الله. شكرا. السيد معاون رئيس أركان الحشد السيد ياسر السيد.
الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إيمانا منا بأن خدمة الزيارة الأربعينية هو واجب وطني وواجب ديني مقدس، باشرت هيئة الحشد الشعبي ومنذ الأول من صفر بتشكيل لجنتين، لجنة خدمية ولجنة أمنية لتأمين طرق الزائرين، وكان الانتشار على طول المنافذ الحدودية بمسار الزائرين من الحدود الشرقية بدولة إيران الإسلامية، ومسار الزائرين من المحافظات الجنوبية والشمالية للوصول إلى مدينة كربلاء المقدسة. باشرنا بتفريغ 34,000 من كوادر هيئة الحشد الشعبي ما بين كوادر أمنية وكوادر خدمية لدعم الزائرين. كان هناك الخطة الأمنية المحكمة، واعتمادا على المصادر الاستخباراتية الموثقة بعمليات تفتيش كبيرة جدا المناطق التي فيها شكوك بقيام بعمليات إرهابية، هذه العمليات أدت إلى استحالة وجود أي عمل إرهابي ولله الحمد، في خاصة في محافظات ديالى وكركوك. باشرنا بنشر أكثر من 400 كاميرا حرارية منتشرة على طول الطريق، لدينا أكثر من 312 جولة طلعة استخباراتية بالطائران المسير، كانت تنقل لنا كل تفاصيل على مدار الزائرين وكل ما يمكن أن ينقل لغرفة العمليات في كربلاء المقدسة. باشرنا من الجانب الخدمي أيضا بحوالي 152 مفرزة طبية منتشرة على طول مسار الزائرين، هنالك 8 مستشفيات متنقلة تقوم بعمليات كبرى في داخل كربلاء، إضافة إلى مستشفى ثابت. هنالك 4 معامل ثلج تدعم الزائرين، ولدينا 793 آلية تمت دخولها إلى مدينة كربلاء ومحيطها في المناطق محافظتي النجف وبابل، وذلك من أجل تقديم الخدمات سواء خدمات النقل أو خدمات البلديات الأخرى. كان الدور البارز والكبير لحيث الحشد الشعبي في إنجاح هذه العملية بالاشتراك مع القيادات الأمنية الأخرى. للتأكيد ما كان هذا النجاح يمكن أن يكون لولا الرعاية المباشرة بتوجيهات دولة رئيس الوزراء وبالإشراف المباشر من السيد رئيس اللجنة العليا سيد وزير الداخلية المحترم. هذا التعاون قدم النجاح الباهر لهذه الزيارة. نأمل من الله عز وجل أن تنتهي مراسم الزيارة على خير ما يرام، وشكرا. أحسنت، بارك الله. سيد قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء علي الحمداني. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لأخ دولة رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة، وبإيجاز مختصر، قيادة عمليات الفرات الأوسط مسؤوليتها في المحافظات الأربعة، ولكن هيئة الحشد بعد ما تواجدت في المنافذ الحدودية أيضا هناك كان اجتماعات مسبقة مع رئيس الهيئة ورئيس الأركان مع عمليات استباقية في شمال بابل وصحراء النجف وصحراء كربلاء. بشكل مختصر المديريات التي شاركت بإمكانيات كبيرة، مديرية الاتصالات اللي نصبت 800 كاميرا المنافذ الحدودية إلى كربلاء، الاستخبارات 400 كاميرا تقريبا و80 وصولا إلى كربلاء، مديرية التموين النقل جميع الآليات من جميع المنافذ وصولا إلى كربلاء 1536 عجلة، الأمن اللي تواجد في جميع مفاصل المحافظات من المنافذ الحدودية المحافظات الجنوبية وفي كربلاء والنجف وبابل. هناك استنفار كبير لدى كل المديريات وبتوجيه من رئيس الهيئة ورئيس الأركان التي تواجدت من اليوم الأول في المحافظات في المنافذ ومن ثم في المحافظات الجنوبية والمحافظات الفرات الأوسط. كما هناك بحدود 80 مستشفى ومفرزة طبية في الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية، 150 إسعاف متواجدة، الإعلام تقريبا أكثر من 22 محطة إعلامية تنقل بشكل مباشر، جهود الحشد الشعبي أيضا في المحور الجنوبي اللي يتواجد بستة لواء حسب ما تفضل الأخ
مع الوزير الداخلية ولواءين في الاستراتيجي والحزام الأخضر ولواء من أم الهوى وصولاً لتقاطع الثورة، كذلك الطوق الثاني والثالث بحدود 1500 مجاهد. التنسيق عالي مع الأخ قائد العمليات وقائد الشرطة، نصبة طبعاً 4 للهيئة معامل ثلج، 10 معامل ثلج أيضاً للتشكيلات، تواجد كل إمكانيات الهيئة في الفرات الأوسط. هذا الإنجاز الكبير وبالتنسيق العالي ومتابعة الأخ معالي وزير الداخلية، أيضاً التزاماً بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة حضوره ومتابعته. النجاح الكبير الذي تحقق حقيقة هو مفخر اليوم لكل الأجهزة الأمنية وللعراقيين وبالخصوص إلى مواكبنا المواكب الحسينية البطلة وإلى عتباتنا الحسينية التي تتابع أيضاً هذه الحركة. إن شاء الله الخطة مستمرة حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ولم تنتهي إلا بعد آخر زائر يخرج من كربلاء الحسين. أحسنت، شكرا خلاص. السيد وكيل وزير النفط. شكرا دولة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وعظم الله لكم الأجر جميعا. لا يخفى على الجميع دور وأهمية وزارة النفط العراقية في تعزيز دورها وأخذ دورها الريادي بتنسيق الكامل مع تشكيلات ووزارات الدولة العراقية. طبعا وزارة النفط أكيد معروفة أنه كل المهام والواجبات والإنجازات اللي تكلموا بها السادة المسؤولين اللي سبقوني في الكلام، هو هنالك دور رئيسي وهام وساند لهذه التشكيلات، وهو دور وزارة النفط المتمثل بتوفير الوقود الكافي من مواد زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض وحتى الغاز السائل. وضعت خطة لدى وزارة النفط باليوم الأول من شهر صفر، وهذه الخطة تمخضت بتوفير مواد الوقود من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض وكذلك الغاز، وعلى محورين. المحور الأول هو الإنتاج المتمثل بإنتاج المصافي، وكذلك استيراد المواد هذه للحالات التي يحدث فيها شورتج أو نقص. طبعا لا يخفى على الجميع هنالك دور رئيسي إلى دولة الرئيس صراحة، وهو متابع للصغيرة والكبيرة وخصوصا الحالات التي تستوجب دخوله في تحديد هذه النقاط وتشخيصها ومتابعتها والإشراف على توفير ما يمكن توفيره لدعمها وإسنادها. كذلك دعم جهود السيد وزير النفط بالمتابعة المستمرة. إنه تشكلت غرفة عمليات في محافظة كربلاء برئاسة المتكلم وكيل الوزارة وعضوية مدراء عامين، مدير عام شركة التوزيع ومدير عام تعبئة الغاز وبعض المعاونين للتشكيلات. صراحة توزعت هذه المهام على 4 محاور في محافظة كربلاء، محور رئيسي ومركزي في المدينة، ومحور بين كربلاء وبغداد وكربلاء والنجف وكربلاء وبابل. هذه المحاور وزعت محطات المنتوجات النفطية، وزعت على مسار هذا الطريق في محافظة كربلاء 10 محطات، في محور النجف 9 محطات، بغداد 6 محطات، وبابل 4 محطات، بالإضافة إلى هنالك محور رئيسي هو خارجي على طريق الحج وصولا إلى عرعر، وفي 13 محطة. صراحة ليست فقط هو توفير المنتجات في هذه المحاور، إنما هنالك واجبات ومهام أخرى لوزارة النفط أيضا تمثلت بإيصال منتجات إلى الهيئات الحسينية والمواكب. وصراحة يعني كان تعاون منقطع النظير. لا أتكلم أنا وأريد، بل من حقي أن أفتخر بكوادر وزارة النفط، أفتخر بكل المساندين، وحتى وصل الحال دولة الرئيس إلى بعض الأخوة المتقاعدين من وزارة النفط ساهموا مساهمة فعالة في تواجدهم وتطوعهم وبدون مقابل لخدمة هذه المواكب وهذه الهيئات الحسينية. صراحة الدور ليس في محافظة كربلاء، إنما في كل تشكيلات وزارة النفط في المحافظات الجنوبية ابتداء من اليوم الأول لدخول المركبات والزائرين من خارج العراق ووصولا إلى كربلاء، وبنفس الوقت
بناء على توجيهات دولة الرئيس وبموجب مهامنا الموكلة أن نستمر إن شاء الله بتواجدنا في هذه المحافظة ونستمر برفد كل تشكيلات الدولة العراقية بمادة زيت الغاز والبنزين. طبعا بالإضافة إلى هذا دولة الرئيس والأخوة أنه وزارة النفط ليست فقط لديها مبادرات أخرى على مستوى يعني بناء معمل ثلج ليزود بحدود 1000 إلى 1500 طالب في مركز المحافظة، وفكرنا وطبعا يوم أمس تفاجئنا بإنشاء هذا الطريق السريع وهو مفرح صراحة للعراقيين، وبغضون أيام قليلة أنشئ طريق سريع ومهم وحيوي واستراتيجي يربط محافظة بغداد ومدينة كربلاء، وتفاجئنا بعدم وجود محطة، وخلال 4 ساعات تم إنشاء محطة متنقلة تزويد المركبات المارة خلال هذا الطريق بمادة زيت الغاز. باقون إن شاء الله ونستمر إن شاء الله لخدمة العراق والعراقيين. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السيد قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة، تفضل، لك دور كبير، جزاك الله خير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة سيدي قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة هي خلال فترة سنة كاملة وعلى مدار السنة تأمل الحماية إلى الزائرين الكرام، وخلال الأيام الخميس والجمع والزيارات المليونية وكذلك تفويج الحجاج وأيام شهر رجب وشعبان ورمضان، فهي مستمرة بهذا النهج وحسب توجيهاتك وتوجيهات سيد معالي وزير الداخلية، ولذلك أوكلت مهمة كبيرة جدا لها في هذه الخطة. خطة الأربعينية لهذا العام هو مركز المدينة المتألف من 3 أطواق، الطوق الأول المحيط بمدينة كربلاء الحرمين الشريفين، والطوق الثاني مدينة الإمام الحسين عليه السلام، والطوق الثالث هو محيط المحافظة، واللي يتألف أكثر من 178 منفذ لدخول الزائرين. كل هذه المنافذ سيدي تم تأمينها بمفتشين ومفتشات ومتطوعين وبإسناد سيادتكم، وكذلك أوكلت هذه الخطة وأسندت بقطعات إضافية من قبل السيد وزير الداخلية بقطعات من المرور أكثر من 125 مفرزة من المرور، وأكثر من 50 مفرزة من الكيناين، 70 مفرزة من الدفاع المدني، و 58 مفرزة من المتفجرات. كل هذه المفارز هي أسندت لهذه الخطة، وحقيقة هذه السنة أشركت قيادة الشرطة أيضا باستلامها للسيطرات الخارجية، كانت مسؤولية السيطرات ضمن قيادة كربلاء خارج المحاور، وكذلك لديها مديريات وأقسام ضمن محور الشرطة الاتحادية وزارة الدفاع وكذلك الحشد الشعبي، وهي تعمل طول السنة مع قيادة عمليات كربلاء المقدسة والحشد الشعبي، ولها الدور في تنظيم المواكب واستقبالها وتدقيق المعلومات الاستخبارية لهذه المواكب، حيث بلغت أعداد المواكب ضمن الأطواق الثلاثة 6200 موكب، والمواكب الرئيسية هي 12750 موكب. هذه كانت كلها على عاتق قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة بالتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية، وهناك تنسيق عالي مع العتبات المقدسة. وما ميز الدور الكبير لهذه الخطة هذه السنة هي سيدي متابعتك وتوجيهاتك لهذه الخطة، بما أدى إلى نجاحها وإشراف السيد وزير الداخلية المحترم خلال فترة هذه 7 أيام، ووجودك خلال هذه اليومين سيادة القائد العام المحترم زاد كل همة وعزيمة. وشكرا جزيلا سيدي. بارك الله فيك. الله. شكرا جزيلا لصبركم على هذا الإيجاز اللي كنا نحاول أنه نقدمه لحضراتكم، وهو خلاصة جهد أخوانكم منتسبي الأجهزة الرسمية في الوزارات والجهات المدنية والأمنية. نسأل الله أن يجعلنا دائما في خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام وفي خدمة شعبنا العراقي الكريم.